اهلا بكم. بيقولوا الحرب خدعه، في الحرب ممكن نسوي كل حاجه. الثعابين بتطبق الحكايه هذه، مع انه في قاموس الثعابين ما في حاجه اسمها حرب، لكن في حاجه اسمها تحايل. الثعابين بتتحايل عشان تعيش، بتتحايل عشان تدافع عن نفسها. الثعابين بتسوي اشياء ما هي موجوده فيها اساسا نوع من الدفاع عن النفس، وتكلمنا في حلقة الدفاع عن النفس عن بعض الأشياء اللي بتسويها الثعابين، لكن في التحايل الموضوع مختلف. الكوبرا كلها سامة وكلها خطر. في أنواع من الثعابين غير سامة بتسوي نفس حركة الكوبرا. الكوبرا لما بتخاف بتفرد منطقة الرقبة وبترفع جسمها، الجزء الأمامي من الجسم. في ثعابين بتسوي نفس الحركة هذه مع أنها غير سامة، اللي يشوفها يعتقد انها نوع من انواع الكوبرا، فبالتالي يفكر مليون مره قبل ما يتعامل معها. الافاعي المجلجله كلها سامه وكلها خطر. في انواع من الثعابين بتاخد طريقه الجلجله اللي موجوده عند الافاعي المجلجله، اللي هو تحريك الديل بسرعه. الافاعي المجلجله عندها زوايا جلديه في الديل بتسوي الصوت هذا. الثعابين العاديه بتاخد الحركة هذه بدون ما تحتاج لزوايا جلدية، بتطرق على أي حاجة طرق سريع، فاللي يسمع يفتكر إنه الثعابين هذه نوع من الأفاعي المجلجلة. اللي بيسوي كده ثعبان الذرة اللي موجود في بيئة الثعابين أو الأفاعي المجلجلة. الألوان اتكلمنا في طرق الدفاع عن الألوان، لكن في أنواع من الثعابين بتاخد تركيبة الألوان للثعابين السامة وبتخليها عندها وبتتعامل على أساس أنها ثعبان سام. ثعبان المرجان اللي موجود في أمريكا عنده 3 ألوان عبارة عن حلقات: أحمر أصفر أسود. ثعبان الملك اللي موجود برضو في أمريكا بيأخذ نفس الألوان هذه اللي هو الأحمر والأصفر والأسود، لكن بترتيب مختلف. ثعبان المرجان سام، ثعبان الملك غير سام، لكن بيأخذ نفس الألوان عشان اللي يشوفه يحصل له تشوش، يحصل عنده ارتباك. وفي أمريكا بيقولوا عشان يزيلوا الارتباك والتشوش هذا بيقولوا Red to yellow kill a velo, Red to black venom black. يعني لو اتصل اللون الأحمر بالأصفر سام، لو اتصل اللون الأحمر بالأسود غير سام. قصر جسم الثعبان، قلنا إنه الأفاعي عموما والحيات جسمها قصير، جسمها خشن. في أنواع من الثعابين زي بوبا الرمال الهندية مثلا بيكون جسمها قصير، اللي يشوفها حيعتقد إنها نوع من الأفاعي. الأفاعي كلها سامة كلها خطر. بوبا الرمال الهندية ما هي سامة ولا هي خطرة. أشياء كثير بتسويها الثعابين زي الشكل. في أنواع من الثعابين شكلها زي الثعابين السامة، ثعبان غير سام، شكله لونه بالضبط زي الثعبان السام. هذه كلها طرق من طرق التحايل اللي بتستخدمها الثعابين عشان تبعد عنها الضرر، تبعد عنها الأعداء. الثعبان ما هو مؤذي، ربنا ما خلقه عشان يضر الإنسان، لكن بيستخدم الحكايات هذه أو التكنيكات أو الحركات هذه عشان يدافع عن نفسه بكل الوسائل. الثعابين كل حاجة بتسويها بتقول احذر، بتقول في خطورة. الثعابين بتحذر بالشكل، بالصوت، بالحركة، بالألوان، بطريقة المعيشة. كل حاجة في الثعابين بتقول بعد في خطورة. أتمنى أنه نوقف
ونتأمل الأشياء هذه، نشوف الإمكانيات اللي موجودة عند الثعابين، ونشوف الإبداع اللي موجود عند حيوان زي الثعبان. الناس بتخاف منه، ومع كده عنده أدوات كثير جدا بيدافع بيها عن نفسه، لأنه ما بيعرف أنه الناس أساسا بتخاف منه. أتمنى لكم السلامة، شكرا لكم. أعزائي متابعين اليوتيوب، لو أعجبتكم الحلقة وحابين تتابعوني على قناتي ويوصلكم كل جديد، الرجاء الضغط على زر سبسكرايب. تحياتي.